النهارده نبدأ منزلة التوكل على الله. ومنزلة التوكل على الله النهارده الحلقة اللي هنبدأها فيها بتتكلم عن الخوف. كل ما هو مستقبلي بيحطك قدام احتمالين مالهمش تالت. كل ما هو مجهول، خايف من بكرة ولا متوكل على الله؟ بصوا، طول ما انت بتتحرك في الحياة عندك مفاجئ طرقها، الدراسة مفرق طرقها، وبعدين هتخرج هشتغل فين مفرق طرقها، وبعدين هجوز مين ده شريك حياة العمر كله مفرق طرقها، وبعدين ولادي ومستقبل ولادي مفرق طرق، وبعدين هغير الكارير ولا هكمل في الكارير بتاعي مفرق طرق، وبعدين رزقي واقف هتنقل ولا هكمل. طول ما انت ماشي مفرق طرق، كل ما في كلمة بكرة، كل ما في كلمة مستقبل، معناها غموض القدر. يا ترى تتعامل ازاي مع غموض القدر؟ ما عندكش غير اختيارين مالهمش تالت، اما الخوف من المستقبل، واما التوكل على الله والامل في الله. وعلم النفس الايجابي بيقول لك الحكايه دي، كل ما هو مستقبلي عقلك الباطن بيفكر في احتمالات، نص الاحتمالات دي خوف ونص الاحتمالات دي رجاء. ده كلام علمي، ده ساينس. اول ما بتتحط قدام احتمالات يبدأ عقلك الباطن ينبض، ها تختار ايه، ويبدأ يحط احتمالات، مخاوف كذا مخاوف كذا امل كذا امل كذا، ويبدأ عقلك يقوم ساحب اختيار ويبدأ يبني عليه حركته في الحياة، فتدمغ شخصيتك بالاختيار اللي انت اخترته ساعة احتمالات، خوف ولا امل، خوف ولا توكل. ده علميا. وبيقول لك شخصيات الناس بتبقى بناء على ايه؟ على الاختيار اللي اختاروه من الاول في الاحتمالات اللي قدام العقل الباطن في مخاوف المستقبل. انت تختار ايه؟ قاعدة النهاردة بتقول المعنى ده، غموض القدر يضعك بين احتمالين لا ثالث لهما، اما ان تستسلم لخوفك او تفعل التوكل على الله حتى يتلاشى الخوف او يبقى في الحد الادنى الذي تستطيع تحمله. انت ما عندكش غير اختيارين الحقيقه قدام غموض القدر. وهو الحقيقه ربنا جمع لنا فكره غموض القدر في خمس حاجات هي مفاتيح الغيب لا يعلمها الا الله. مفاتيح الغيب خمسه، مكونات الغيب بتاعك خمسه، قدرك مكون من خمس غيبيات هما اللي بيلخصوا قدرك. يا جمعهم لنا ربنا في آية واحدة في سورة لقمان. الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عنده علم الساعة، ما حدش يعرف يوم القيامة إمتى، ده من غموض القدر. اتنين، وينزل الغيث، مش بيتكلم على نزول المطر بس، طب ما الأرصاد بتعرف امتى المطر هينزل، والمطر ده هينتج زرع فين ورزق فين لمين، ينتج عنه أرزاق شكلها ايه، موضوع لا ينتهي. ويعلم ما في الأرحام، انتوا اخركوا تعرفوا السونار في ايه، لكن يعلم ما في الأرحام رزقه ايه وأجله ايه. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هيطلع لون عينيه إيه، وأبيض ولا أسود، وطويل ولا عريض، كل التفاصيل كل التفاصيل كل التفاصيل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. أربعة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. يا ترى يا ترى فلوس بكرة شكلها إيه، يا ترى هنكسب كام إمتى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، يا ترى إمتى وفين حموت. خمس حاجات هي قدرك، مكونات قدرك، خباها ربنا عنك. كأن ربنا بيقول لنا ايه، يا عبادي هذا قدركم بين يدي وانا ارحم الراحمين، فايهما تختاروا، الخوف ام التوكل علي. فكرة غموض القدر والخمسة دول عشان تحطك قدام سؤال. آخر علم النفس اللي أنا قلته من شوية وعلماء النفس هم آخرهم بيقولوا لك إيه؟ آخرهم بيقولوا لك إن أنت عقلك هيختار احتمال، إنما ربنا بيقول لك اللي بعد كده اللي هو إيه؟ اللي أعظم من كده بكتير، أنا أرحم الراحمين
وقدر الكل بيدي، وغموض القدر اللي انت خايف منه بايدي، وانت تعلم اني انا الغفور الرحيم. تفتكر قدري فيك يخليك تخاف ولا تتوكل على الله؟ شوفوا الاختيار. على فكره كل يوم الصبح انت بين الاختيارين دول. بصوا يا جماعه، انا عايش بكلمه التوكل، ورد ليا، انا ما اقدرش اعيش من غير توكل. والله العظيم اخاف اعيش من غير توكل. عشان كده هو بيقول ان الله يحب المتوكلين، وعشان كده بيقول وعلى الله فليتوكل المتوكلون. انا انتوا واخدين بالكم طول ما احنا جايين البرنامج ده، احنا وكل الفريق اللي معانا، احنا كل خطوه بنقول كلمه توكلنا على الله، وبنقولها من قلوبنا، مش انا بس، كلنا. يا جماعه اصل احنا جايين نعمل برنامج رمضان، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، يا وكيل توكلت عليك، يا وكيل توكلت عليك. يحصل ايه؟ يبدا عقلك يختار ويروح على اختيار التوكل، لانك من كتر ما عمال تغرس التوكل وعمال تقلل الخوف، وعمال تقلل الخوف حتى يتلاشى الخوف او يبقى في الحد الادنى الذي تستطيع تحمله. فربنا حاطط قدامك خمس حاجات من غموض القدر، وبيقول لك يا عبدي اتطمئن الي وتتوكل، ام تخاف من المجهول الغامض الذي هو بين يدي؟ معنى يخليك تعيش بكلمة أنا متوكل، يا رب أنا ماليش غيرك أنا متوكل. وبعدين ربنا يقوم جامع لك الخمسة في آية واحدة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. شوفوا كلمة هو بس، وشوفوا كلمة وعنده، تروح لغيره ليه؟ خايف من إيه وهي عنده؟ احمد ربنا إنها عنده. وبعدين كلمة ما قالش ومفاتح الغيب عنده، لا وعنده، لان لو قال مفاتح الغيب عنده يبقى عنده وعند غيره. لكن وعنده هو بس، مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. ها، يقين ولا توكل ولا خايف؟ لا يعلمها الا هو. بص بقيه الايه، ويعلم ما في البر والبحر. وبص التصوير ده، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ورقه في غابات الامازون، ولا حبة، حبة رمل في قاع المحيط الهندي ولا الأطلنطي، ولا حبة إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ليه يا رب بتضرب لنا المثل ده وبتقول لنا التفصيل دي؟ إذا كان حتة ورقة وحتة رملة مكتوبة في كتاب مبين، خايفة على مستقبلك وهو مكتوب عندي وأنا أرحم الراحمين. دي الورقة ورملة مكتوبة إنها هتتحرك من اليمين للشمال في قاع المحيط، مكتوبة في كتاب المفيد، مفيش حاجة بتتحرك لوحدها. وانتي قلقانة على بكرة؟ فين التوكل؟ فين كلمة توكلت على الله مالية قلبك؟ قولي بقى، إيه اللي مخوفك من بكرة؟ ها؟ احكي لي بقى، يلا قول يا سيدي، هات كل اللي عندك، اديني اصعب حاجات خايف فيها من بكره. يا عم فين التوكل؟ ده التوكل ده لازم يبقى لازق في حياتك، والله العظيم التوكل ده لازم يبقى لازق في حياتك، يعني يومك، لا مش لازق في حياتك، يوم بيوم، انا متوكل على الله، انا متوكل على الله، انا متوكل على الله. على فكره يا جماعه، غموض القدر ده سر حلاوه الدنيا. انتوا متخيلين لو الخمسه احنا عارفينهم؟ لا تعالى نتخيل العكس، عشان تشوفوا ان دي كمان من رحمة ربنا. يعني تخيل لو انت عارف الخمسة، يعني ايه عارف الخمسة؟ يعني تخيل زي ما مكتوب في الباسبور وفي البطاقة تاريخ ميلادك، مكتوب تاريخ وفاتك. مرعبة. مرعبة، انت مش هتعرف تعيش، ويا ترى الناس هتتعامل معاك ازاي. لا انت ممكن تتخيل لغاية ما تتجنن. لو مكتوب تاريخ وفاتك بس، انت عايز تعرف؟ انت زعلان من غموض القدر؟ طب شوف لو كان، طب هتكسب مليون دولار السنه الجايه، تشتغل السنه دي ولا تنام في بيتكم؟ بس دي حاجه كويسه. ولما يرفدوك من الشغل تعمل فيهم ايه؟ تكون النتيجه ايه؟ حياتك باظت. طب ولو انت عارف ان مكتوب ان مفيش مليم هيدخل جيبك الا بعد 5 سنين من دلوقتي، يحصل لك ايه في ال5 سنين دول؟ انت زعلان من غموض القدر؟ ده هو سر حلاوه الدنيا، وكمان بيقول لك مكتوب عندي. انت مطمئن لي ولا لا؟ طب ما تتوكل عليا وابقى انا مسؤول عنك. يا نهار ابيض، يا رب يا رب، ده انت الدنيا شكلها صعبه وانت مسهلها قوي.
بس مدينا حاجات مش عايزين نمسكها اسمها التوكل على الله. احنا في اول منزلة التوكل على الله. امتى تتوكل على الله لو مش هتتوكل عليه في رمضان وانت في اقرب لحظات؟ امتى تتعلم التوكل وتعيش بيه بقية حياتك؟ والله يا جماعة انا ما كنت عايش بيه، انا دلوقتي بقيت عايش بيه، والسبب اننا النبي علمنا اذكار وحاجات نقولها كل يوم الصبح انا بقيت ماسك فيها. من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم كفاه الله همه في ذلك اليوم. كل مجهول النهارده اذا خرج من بيته فقال بسم الله توكلت على الله، قالت له الملائكه هديت وكفيت ووقيت، كل المجهول. ما هو كل المجهول مخلصان في انت مجنون؟ انت بتخرج من بيتك من غير ما تتوكل على الله؟ انت كده بتخبط في الحياة؟ تحضر ميتنج من غير ما تتوكل على الله؟ تصور برنامج او تفتح شغل من غير ما تتوكل على الله؟ تبدأ عملية شغل جديدة من غير ما تتوكل؟ انت ايه ده؟ تتجوزي من غير ما تتوكل؟ انت عايش ازاي؟ ايه يا ابني ده؟ ليه بتعمل في نفسك كده؟ ليه بتحل معادلة صعبة؟ الدنيا صعبة ليه بتحلها ووحدك؟ ما تدخل ربنا معاك يبقى هو وكيلك، والقدر والغموض القدر كله عنده. وبعدين خلي بالكم لو القدر مش غامض مفيش معنى للتوكل. لو انت عارف كل حاجة تتوكل لي فين اليقين أصلا؟ كل معاني ومنازل الروح تسقط، تسلم ليه؟ طيب خلاص ما انا عارف كل حاجة. التوكل ما يشتغلش إلا في ظل غموض القدر. وكأن الله تبارك وتعالى يقول يا عبادي سأنزع استقرار معلوماتكم عن المستقبل لتثبتوا توكلكم علي في المستقبل. هخلي القدر غامض. في واحد اسمه كارل روجرز، الراجل ده عالم نفس، قال فكرة عجيبة جدا. قال لك كل ما غموض القدر موجود، كل ما خوفك يزيد التوتر والقلق يتضاعف، وكل ما الخوف يقل التوتر والألم يقل. قامت جاية بنت من سفراء الإحسان من اللي بيشتغلوا معايا اسمها ياسمين بن جبارة، موجودة معنا هنا، وقالت لي إحنا ممكن نحولها لمعادلة. يعني هو كارل روجر صاحب الفكرة، لكن اللي حولها المعادلة ياسمين بن جبارة من المغرب، وقامت عاملها لي، هي اللي عملت دي. أنا بس بقول عشان حقوق الملكية. التوتر والقلق يساوي إيه؟ غموض القدر أو غموض الحياة مضروب في درجة خوفك، ماشي؟ تعالوا غموض القدر غموض القدر سبب هو 10، يعني تعالوا نفترض إنه 10 يونتس 10 وحدات علينا جميعا، ما هو غموض القدر علينا جميعا، تعالوا نقول إنه هو 10 وحدات. طب هنضرب في كام؟ درجة خوفك تعالوا نقول إن درجة خوفك 100، نتيجة إن توكلك قليل فهتبقى درجة توترك 1000. حد فاهم؟ طيب هي العشرة، هي العشرة بتاعت غموض القدر. طب هنضرب درجة خوفك بدل 100 لأن توكلك عالي، مش هحط صفر لأن احنا بشر، حطيت 10. بص المعادلة دي، حد فاهم؟ انت الموضوع كله مرتبط، انت اخترت انه احتمال توكل ولا خوف. كل ما زودت التوكل يقل الخوف، تكون النتيجة ان توترك وقلقك يقل. انتوا عارفين فرق كام بين الاتنين دول؟ 90 درجة. تتوقف 90% انت متوكل ولا مش متوكل. انتوا متخيلين بناء على ايه؟ انت مزود ايه؟ توكل. انت مزود التوكل، يبقى على طول التوتر والقلق يقلوا. ممكن تعمل الحكاية دي؟ ممكن تبدأ تفكر بالطريقة دي؟ كل ما تحط نفسك، لا انت مش هتوصل للاحتمالات، انت مش هتخلي عقلك يوصل للاحتمالات، لان انت كل يوم بتفكر بالتوكل، لانك كل ما بتصحى الصبح بتسمع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ده زي الدواء اللي زي الفيتامينات اللي بتاخدها كل يوم الصبح، انت ما تقدرش تنزل من غير الدواء. اوعى تنزل. ايه هي؟ 7 مرات كفاه الله همه في ذلك اليوم. الله. اما التوكل ده حلو بشكل، التوكل مشتق من الوكالة، انك تروح تعمل توكيل لحد. عارفين لما تزيح همك
وتقول يا سلام رحت للمحامي وقبل ان هو يتوكل عني في القضية. يا سلام، اصل ده اشطر محامي، ده هو من ساعة ما قبل وانا مستريح جدا رغم ان انا كنت في مصيبة. كيف تقبل لغيره ما لا تقبله له؟ تقبل من المحامي ما لا تقبله من رب العالمين. قبلت تعمل التوكيل للمحامي وقلبك مش مطوعك توكل لرب العالمين. الناس يبقى قدامها اتنين دكاترة، دكتور ما فيش حد واقف على عيادته بنخاف نعمل العملية عنده، وجنبه على طول دكتور الناس واقفة طوابير بس احنا بنثق فيه، ويدخلوا قط العمليات ويقبلوا ان هتتفتح بطنهم ويخرجوا بره الوعي مخدر وهم مطمئنين وبيبتسموا. انا اثق فيه، دكتور شاطر قوي، ده انا دفعت فلوس الحمد لله انه وافق يعمل لي العمليه. كيف نقبل لغيره ما لا نقبله منه؟ ايه ده، ازاي كده؟ انت قابل من البشر تقول يا سلام من ساعة ما عملت التوكيل لفلان عشان يخلص لي مشكلة الشركة والورق اللي واقف قلبي استريح. كيف نقبل لغيره ما لا نقبله؟ انت ازاي مش متوكل على ربنا؟ اسمع الآيات، مش بنتكلم على غموض القدر؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ما فيش ورق بيتمضي في الأرض، كله بيتمضي فوق، وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ليه أتوكل عليه؟ عشان الغيب عنده. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. شوف فاتخذه وكيلا، هو اللي بيعرض خدوني وكيل. فرق كبير إنك تروح للمحامي وللدكتور تقول له أرجوك اقبل توكيلي، وأن الله سبحانه وتعالى مالك الملك رب المشرق والمغرب. شوفوا احنا هنا بنصلي الفجر كلنا مع بعضنا، بنشوف الليل وازاي بيتحول فجأة النهار، واحنا قاعدين بنقول أذكار الصباح وبنقول حسبي الله ونعم الوكيل. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، شايف العظم والملك فاتخذه وكيلة. فرق كبير انك تروح للقوي وتقول أرجوك اقبلني ان انا اوكلك، وان القوي هو اللي يعرض عليك. ممكن تقبل ان انا ابقى وكيلك يا رب؟ ده انت رب العالمين. والناس مش قابله، والناس مش وعايشه في الخوف. اوعى تخاف والله العظيم، والله يا اولاد، والله انا بوصيكم في حياتكم، اوعى تخاف. يوم ما تتوكل اوعى تخاف، اليوم اللي تصحى فيه متوكل على الله وتاخد كلمات التوكل وتقولها بلسانك وقلبك، قصك بتمضي العقد بلسانك وقلبك، اللسان بيقول بسم الله توكلت على الله حسبي الله ونعم الوكيل، والقلب بيمضي. والله ما تخافش. ها الحياة اختيارين، خوف ولا توكل؟ لا أنا متوكل، لا 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 أنا اخترت، ومش هدخل عقلي في الاحتمالات، أنا مخلص بدري وليه أخلي عقلي يوصل لغاية الاحتمالات، أنا عايش بالتوكل. والله يا أولاد أنا حياتي هديت كتير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكون أقوى الناس، من أراد أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. أقوى واحد في الدنيا قوي ليه؟ أنا مش خايف. ليه؟ لأن أنا عقلي على طول اختار التوكل، فمش محتاج أن أنا أخاف. تعرف تعمل إيه؟ تعرف تعيش كده؟ تعيش كده. أصل التوكل ما ينفعش النهاردة وننساه، لا 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 لا، يتفسخ العقد. التوكل لازم يوم بيوم، كل يوم الصبح، يعني كل يوم الصبح متوكل على الله. تعرف تعمل كده؟ بص بص القصة دي، أنا مش هقدر أقول اسمها فهقول اسم تاني، قصة واحدة ست وهي اللي حكيها لي القصة دي. هي من المغرب وهي بتحكي لي، بتقول لي أنا كنت متجوزة واحد قاسي جدا 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 وعنيف جدا 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 وله سلطة كبيرة جدا، وأنا عشت في خوف لمدة 7 سنين، كل أهلي بيقولوا لي لازم تطلقي، وانا خايفه ان انا اتطلق يحسن ياذيني، هو قدرته انه ياذيني عاليه جدا ومركزه يسمح له انه ياذيني، وانا خايفه. عشت في الخوف 7 سنين لغايه ما حضرت كلام منازل الروح عن التوكل، وبدا يحصل في قلبي قوه غير عاديه. لما انا متوكله على الله انا خايفه ليه؟ وتجرأت وخدت الخطوة ان انا اتطلق، وقدمت الورق ان انا اتطلق، وانا عارفة انه لما هيعرف هتكون الاذية شديدة
تقول لي ازاي خدت الخطوة دي بعد 7 سنين خوف التوكل دخل حياتي. اليوم اللي تقدم فيه الورق وتعرف ان هي قدمت الورق كان يوم طلوعه معاش وخروجه من الخدمة وانه هو ما عادش موجود في المنصب اللي هو موجود فيه. تقول لي انا بقيت ببكي بقيت بقول زي الأطفال رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا وعيط رب المشرق والمغرب فاتخذه وكيلا وابكي. تتوكل عليه ويسيبك؟ انت 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 بتقول ايه؟ تتوكل عليه ويسلمك للخوف ويضيعك؟ الوكيل لا يعمل ضد مصلحة موكله، الوكيل لا يؤذي موكله، ده في عالم الدنيا، فما بالك رب العالمين وسمى نفسه من أسماءه الحسنى الوكيل؟ انت خايف من ايه؟ اجمد والله العظيم، ما تخاف، استبدل الخوف بتوكل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعين من غزوة ذات الرقاع، فواحنا راجعين من غزوة ذات الرقاع الصحابة يعني الطريق فيه 100 قبيلة من قطاع طرق ونفسهم يأذوا المسلمين والدنيا حر جدا 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 ولازم نستريح والدنيا شمس واليوم طويل، طب هنستريح ازاي؟ المكان ما فيهش حته ظله، ما حدش هيعرف ينام تحت الشمس. فالصحابه متفرقين في مكان واسع، كل واحد نايم تحت شجره، والنبي كذلك، والنبي نايم تحت شجره والصحابه بعيد. جاء واحد من القبائل دي وقام واخد سيف النبي وحط سيف النبي عند رقبه النبي، قم يا محمد، وقام قايل للنبي كلمة واحدة، من يمنعك مني الآن؟ ها في اللحظة دي إيه؟ خوف ولا توكل؟ قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، من يمنعك مني الآن؟ النبي رد بكلمة واحدة، الله. تعرفي تقوليها؟ يا ترى يا رسول الله قلتها إزاي حتى يهتز السيف ويسقط من يا جماعة الراجل في إيده سيف، قالها ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان ده يتهز وهو معاه السلاح؟ تخيل حاطط واحد حاطط مسدد في دماغك وبيقولك مين يقدر يحميك مني دلوقتي، تقول له الله، يقوم وقع ازاي؟ فوقع السيف من يد الرجل فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وانت من يمنعك مني الان؟ فقال يا محمد كن خير اخذ، يعني انا ما عملتلكش حاجه، ما تعملش فيها حاجه. قال اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال لا. قال فلا تعين علي أحد، ما تحاربش حد معي؟ قال نعم. فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ده. بس الشاهد في القصة، من يمنعك مني؟ هتقدروا يا جماعة يكون قوة التوكل إن في موقف الصعب الله، هتعرف تقول حسبي الله ونعم الوكيل دايما وقت الخوف. هل هتقدر تخلي الوكيل قدامك؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا وكأن كل من يقولها من قلبه، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه اللي بيحبوه فلا تخافوهم وخافون. عيشي بالتوكل تعيش قوي، والله العظيم ما حد يقدر عليك. ختام النهاردة إيه؟ ختام النهاردة إن أنا عايزك تاخد قرار في حياتك من النهاردة إن ذكر التوكل تمسك فيه، لأن هو اللي حيثبت الفكرة في دماغك، أنا متوكل على الله. أنت يا دكتور عمرو بتخاف؟ طبعا بخاف، بس في الحد الأدنى اللي أستطيع تحمله، لأن أنا أول ما بتجيلي مشاعر الخوف بكتر من التوكل، لأني بخاف، لأني بشر، بس على طول أقوم داخل توكل، داخل توكل، وأحس إن أنا بقوى، بقوى، بقوى. دي كانت فكرة النهاردة.